ازيكم يا حبيب ام بلال، عاملين ايه؟ يلا نعمل بسكوت القرفه النهارده. هجيب كوبايتين دقيق واحط عليهم ذره ملح، واحط عليهم معلقه بيكنج باودر صغيره وثلاث ارباع كوبايه زبده. هقلبهم كده زي ما انتم شايفين زي حبات الرمل، واحط عليهم نص كوبايه سكر بودره. بعد كده هحط معلقه قرفه كبيره، واحط معلقه كاكاو خام صغيره، واقلب واخليه زي البودر كده. وبعد كده هجيب بيضايه واحط عليها معلقه فانيليا. هفضل اقلب اقلب كله على بعضه، وفي الاخر اعجنها واقوم اغطيها واسيبها في الثلاجه نص ساعه. بعد كده هطلعها هحطها بين ورقتين زبده، وبالنشابه بتاعتها هفردها بالراحه، اهم حاجه ما اخليهاش متطبقه قوي. وبعد كده بقى اشكلها باي قطعه سكينه، قطعه البيتزا اشكلها كده طولي عرضي زي ما انت عايزه، كور. بصي اعملها بالطريقه اللي تناسبك واللي انت تحبيها. وبعد ما هعمل كده بقى انا هشكلها بطريقتي. لو مش هتطلع معاكي من ورقه الزبده شيلي الزيادات، حطها في الثلاجه. لو هتطلع معاكي طلعها كده بالراحه. شوفي انا بعملها ازاي، طلعتها ازاي. بعد كده بقى احطها في الصينيه بتاعته واحطها على درجه حراره 180. وايه الجمال ده، شوفوا بقى الجمال. 10 دقايق بس في الفرن واطلعها ريحه القرفه ماليه البيت. بقى الفان عليكم هم يا جمال من ايد ام بلال.